فوز النهارده الغالي كان محتاج ليه طبعا جماهير ولاعبي النادي المصري في توقيت حرج جدا. والله عمرو الحمد لله النهارده على المكسب النهارده كنا محتاجينه جدا، كنا محتاجينه عشان نصعد لدور الثمانية، ومحتاجينه كمان عشان نرجع الثقه اللي احنا ان شاء الله نقدر نكملها في الدوري باذن الله. واحنا النهارده زي ما انت شايف الكره عندنا النهارده ضعنا كتير جدا، بس الحمد لله قدرنا في اخر دقيقتين اللي احنا نكسب، وان شاء الله بنفكر في الدوري الفتره الجايه وباذن الله نحضر ان شاء الله لدور الثمانيه باذن الله. احنا كان نفسنا الجمهور النهارده يحضر كله، بس عادي ظروف ماتش، وان شاء الله نقدر نساعدهم في الماتشات اللي جايه كلها اذا كان دوري ولا كونفدراليه او كاس ان شاء الله باذن الله. الحمد لله رب العالمين، مكسب مهم اهلنا للدور القادم. يعني ماتش النهارده يعني صعبنا على انفسنا نحن، يعني ماتش كان يخلص 3-4 اهداف من بدايه الشوط الاول، بس صعبنا على انفسنا. ان شاء الله الدور القادم نديروا اللي علينا ونتاهلوا الدور اللي بعد ان شاء الله. النهارده العديد من الفرص المهدره النهارده، مفتاح النهارده اهدر العديد من الفرص النهارده، احسوا ايه للجماهير المصري طبعا بعد الفرص دي؟ اول شيء يعني نعتذر لزملائي والطاقم الفني والجماهير، سوء توفيق. ان شاء الله الماتشات الجايات ان شاء الله يكون نستغل الفرص هذين بشكل كويس ان شاء الله. مفتاح طه احد العناصر المتميزه في الفريق المصري وايضا المنتخب الليبي، ووجود طبعا المنتخب الليبي مع المنتخب المصري في تصفيات امم افريقيا المؤهله لكاس العالم. والله يعني الشيء هذا يعني بمساعدة زملائي وزملائي في المنتخب، وإن شاء الله يعني نقدموا شيء كويس في تصفية كأس العالم ونتأهل إن شاء الله بإذن الله. كيف وجودكم مع المنتخب المصري إزاي؟ شيء طبيعي زي أي منتخب، وإن شاء الله نقدموا اللي علينا ونشرفوا جماهير الليبيين إن شاء الله.